بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه هي الحلقة 26 من حلقات منهج مقرر أصول الفقه والقواعد الفقهية للمستوى الثالث في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. وفي الحلقة 25 كان حديثنا عن مقدمة تعريفية بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وفي هذه الحلقة سيكون محل حديثنا الكلام على القواعد المتفرعة أو المندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. عندنا مجموعة من القواعد قد تصل إلى 6 قواعد مندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الأولى المندرجة أو المتفرعة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة الضرر يزال. قاعدة الضرر يزال، لفظ هذه القاعدة أي قاعدة الضرر يزال جعله كثير من العلماء والباحثين بدلا من لفظ القاعدة الكبرى المعتمد لدينا في المنهج. لذلك فإن ما ذكر من أدلة للقاعدة الكبرى يجعلونه أدلة على هذه القاعدة. وقد مر بنا فيما تقدم التمييز بين يعني القاعدتين وذكر بعض يعني أو ذكر أسبقية التعبير بلفظ الضرر يزال، ولفظ لا ضرر ولا ضرار اعتمده يعني بعض المتأخرين في الإشارة إلى معنى القاعدة. سيكون كلامنا على قاعدة الضرر يزال على جملة من المسائل. المسألة الأولى معنى القاعدة، ومعناها طبعا الإفرادي واضح، لكن سننتقل مباشرة إلى معناها الإجمالي والعام. فمعنى قاعدة الضرر يزال معناه أن الواجب شرعا في شأن الضرر إذا كان واقعا أن يسعى في إزالته ورفعه، أن يسعى في إزالته ورفعه إذا كان واقعا. المسألة الثانية الفروع المبنية على هذه القاعدة، وينبني على هذه القاعدة قاعدة الضرر يزال أمثلة أو فروع كثيرة من في أبواب الفقه. يستوي في ذلك ما يتعلق بالتعويض عن الضرر في الحقوق العامة أو التعويض عن الضرر في الحقوق الخاصة، ومن أمثلة ذلك ما يأتي. المثال الأول أن أحد المتبايعين قد يقع له ضرر بعد لزوم عقد البيع، كأن يغبن فيه أو يدلس عليه أو يظهر عيب في السلعة، فشرع خيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب، وذلك لرفع الضرر الواقع لأحد المتعاقدين. المثال الثاني، لو أن بعض التجار عمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فحبسه عنده بقصد إغلائه عليهم، وهو ما يعرف بالاحتكار، فإنه يجب على ولي الأمر أن يأمره بالبيع إزالة للضرر عن الناس، ويجوز لولي الأمر في هذه الحالة أن يكره التاجر على البيع بقيمة المثل، لأن الضرر يزال كما تقرر في القاعدة. المثال الثالث، لو غرس شخص شجرة في بيته ثم تدلت أغصانها في بيت جاره وتأذى منها ذلك الجار، فإنه يجب على صاحب الشجرة إزالة هذا الضرر إما بقطع تلك الأغصان أو رفعها، يعني بحسب ما يمكن. المثال الرابع في قاعدة الضرر، في قاعدة الضرر يزال، لو أحدث شخص نافذة في بيته وصارت تكشف بيت جاره بحيث يتأذى منها ذلك الجار، فإنه يجب على من أحدث تلك النافذة أن يزيلها أو يضع حائلا يمنع من انكشاف بيت جاره. المثال الخامس على قاعدة الضرر يزال، لو غاب الزوج عن زوجته غيبة طويلة وتضررت الزوجة بسبب تلك الغيبة، فإنه يجب على الزوج أن يسعى في إزالة هذا الضرر إما بحضوره أو بإحضار الزوجة عنده أو بطلاقها إن كان الزوج معلوم المكان، فأما إن كان مفقودا بحيث لا يعلم مكانه فللقاضي أن يحكم بطلاق المرأة. المثال السادس على قاعدة الضرر يزال، لو غصبت عين مملوكة لشخص فإنه يجب إزالة الضرر عنه إما برد العين المغصوبة إليه سليمة، وإما بردها
في حال نقصها مع ضمان الغاصب لما نقص منها إزالة للضرر عن المالك، لأن القاعدة تقول الضرر يزال. المسألة الرابعة في قاعدة الضرر يزال، علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى. قاعدة الضرر يزال تفيد وجوب السعي في إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه، وهذا جزء مما أفادته القاعدة الكبرى، أي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذا هو يتعلق بالقاعدة الأولى المتفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الثانية المندرجة المتفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يدفع بقدر الإمكان. والكلام على هذه القاعدة في عدة مسائل. المسألة الأولى معنى القاعدة. المعنى الإفرادي للقاعدة عندنا لفظ يدفع، وظاهر هذا اللفظ يفيد إزالة الضرر قبل وقوعه، لأن الدفع لا يكون إلا قبل الوقوع، وأما الرفع فيكون بعد الوقوع. فظاهر لفظ يدفع أنه لإزالة الضرر قبل وقوعه، إلا أن الواقع أو أن واقع أحكام الشرع يدل على أنه يمكن أن يراد به إزالة الضرر قبل وقوعه وكذا بعد وقوعه. ولفظ بقدر الإمكان يعني بحسب الاستطاعة والقدرة، يعني بحسب الاستطاعة والقدرة. وأما المعنى الإجمالي للقاعدة في الضرر يدفع بقدر الإمكان، أو المعنى العام لها، فمعناها أن الواجب شرعا هو منع وقوع الضرر أو رفعه بعد وقوعه بحسب الاستطاعة والقدرة، فإن أمكن منعه أو رفعه بالكلية وإلا فإن المنع أو الرفع يكون بحسب المستطاع. المسألة الثانية المتعلقة بقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، الأدلة على القاعدة. دل على هذه القاعدة أدلة، منها أولا أو الدليل الأول قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وجه الاستدلال من هذين الدليلين أن دفع الضرر قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه من قبيل امتثال أمر الشرع، لأنه قد نهى عن إيقاع الضرر كما تقدم، فتكون إزالته واجبة، والوجوب معلق بالاستطاعة بدلالة الآية والحديث، فيلزم دفع الضرر أو رفعه بحسب الإمكان. الدليل الثاني قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ووجه الاستدلال من هذا أن الله تعالى أمر المؤمنين بإعداد القوة لدفع ضرر الأعداء، وقيد هذا الأمر بالاستطاعة، مما يدل على أن دفع الضرر يكون بحسب الإمكان. الدليل الثالث على قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن وقوع المنكر يعد ضررا، وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب رفعه بحسب القدرة، مما يدل على أن الضرر يدفع بقدر الإمكان. والدليل الرابع في هذا أو على هذه القاعدة ما ورد في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه الذي تقدم الكلام عنه في الاستدلال للقاعدة الكبرى، فقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من سمرة أن يبيع الأنصاري ثم أن يناقل الأنصاري ثم أن يهبه للأنصاري، وكل ذلك من قبيل السعي إلى دفع الضرر عن الأنصاري بقدر الإمكان، مما يدل على أن الضرر يدفع بقدر الإمكان. المسألة الثالثة الفروع المبنية على القاعدة والأمثلة على قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان. هذه القاعدة قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان لها جانبان، جانب دفع الضرر أو رفعه بالكلية، وجانب دفع الضرر أو رفعه جزئيا، وفي كل منهما دفع أو رفع للضرر بقدر الإمكان. فحصل عندنا أربعة أقسام. القسم الأول رفع الضرر بعد وقوعه جزئيا، القسم الثاني رفع الضرر بعد وقوعه بالكلية، القسم الثالث دفع الضرر قبل وقوعه جزئيا، القسم الرابع دفع الضرر قبل وقوعه بالكلية.
فأما القسمان الأول والثاني وهما رفع الضرر بعد وقوعه جزئيا ورفعه بعد وقوعه كليا، فهما يتعلقان بما وهما كما تلاحظ يتعلقان بما بعد الوقوع. وهذان القسمان تقدم التمثيل لهما في القاعدة الأولى، قاعدة الضرر يزال، لأننا قلنا إنها تتكلم عن رفع الضرر بعد وقوعه وإزالته بعد وقوعه. وأما القسم الثالث وهو دفع الضرر قبل وقوعه جزئيا، فمثاله ما يأتي: أن أذى المعتدي على العرض إذا لم يندفع إلا بدفع المال إليه فإنه يشرع دفع المال إليه في هذه الحال إزالة للضرر بقدر الإمكان عن المعتدى عليه، وهذا من قبيل دفع الضرر جزئيا، فإن الضرر لا يندفع عن المعتدى على عرضه إلا بانصراف المعتدي دون أخذه لذلك المقابل المالي. وأما القسم الرابع وهو دفع الضرر قبل وقوعه بالكلية، فمثاله أن أحد المتبايعين قد يقع له ضرر بعد لزوم عقد البيع، كان يندم على البيع أو الشراء، فشرع خيار المجلس وخيار الشرط لدفع الضرر المتوقع لأحد المتعاقدين، وهذا في الجملة فيه دفع للضرر بالكلية قبل وقوعه. المسألة الرابعة: علاقة قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. العلاقة بينهما تتمثل في أنه لما كان الواجب شرعا هو منع وقوع الضرر أو رفعه بعد وقوعه كما نصت على ذلك القاعدة الكبرى، فقد أفادت هذه القاعدة، أي قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، أفادت أن ذلك المنع أو الرفع مقيد بحسب الاستطاعة والقدرة، فهذا هو وجه العلاقة بينهما. إذن هذا فيما يتعلق بقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، وهي القاعدة الثانية المتفرعة عن قاعدة الضرر، عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الثالثة المتفرعة أو المندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله، والكلام على هذه القاعدة في عدة مسائل. المسألة الأولى معنى القاعدة، ومعنى قاعدة الضرر لا يزال بمثله معناها أن الواجب شرعا عدم إزالة الضرر بضرر مثله ولا بضرر أشد منه من باب أولى، وهذا يعني أن الضرر يجب أن يزال بدون ضرر إن أمكن، وإلا أزيل بضرر أقل، وإلا أزيل بضرر أقل. المسألة الثانية: الفروع والأمثلة المبنية على قاعدة الضرر لا يزال بمثله. مثال الأول: لو أكره شخص عن طريق التهديد بالقتل على قتل معصوم، أكره بالتهديد بالقتل يعني قيل له اقتل فلانا وإلا قتلناك، مع توافر شروط الإكراه المعروفة في أصول الفقه، لو أكره شخص عن طريق التهديد بالقتل على قتل معصوم فإنه لا يجوز له قتله، لأن الإكراه بالتهديد بالقتل ضرر على المكره، والإقدام على قتل المعصوم ضرر مثله، والضرر لا يزال بمثله كما نصت القاعدة. المثال الثاني: لو وجد شخص فقير وله قريب فقير أيضا، فإنه لا يلزم أحدهما بالنفقة على الآخر إذا كان لا يقدر إلا على نفقة نفسه، لأن وجوده على حالة الفقر ضرر، وإلزامه بالنفقة على قريبه ضرر مثله أو أشد، والضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أشد منه من باب أولى. المثال الثالث: لو وجد مال مشترك بين اثنين ولا يقبل القسمة، وتضرر أحد الشريكين بالشركة، فإنه لا يجبر الشريك الآخر على القسمة، لأن في القسمة ضررا أعظم من ضرر البقاء على الشركة، وإذا كان الضرر لا يزال بمثله فإنه لا يزال بضرر أشد منه من باب أولى. المسألة الثالثة: علاقة هذه القاعدة، قاعدة الضرر لا يزال بمثله، بالقاعدة الكبرى قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
والعلاقة بينهما يعني أو خلاصة القاعدة بينهما أن قاعدة الضرر لا يزال بمثله تعد قيدا لقاعدة الضرر يزال، فحيث وجبت إزالة الضرر فإنه لا تجوز إزالته بمثله ولا بما هو أشد منه، بل تجب إزالته بلا ضرر إن أمكن أو بضرر أقل. هذا يعني فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الضرر لا يزال بمثله المتفرع عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة المتفرعة والمندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وهذه القاعدة الرابعة المتفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والكلام أيضا على هذه القاعدة في عدة مسائل. المسألة الأولى معنى القاعدة، معنى قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، معناها أنه إذا تقابل ضرران وكان أحدهما واقعا وهو أعظم من الآخر وأشد في نفسه فإنه يرتكب الضرر الأخف لإزالة الضرر الأشد. المسألة الثانية الدليل على هذه القاعدة قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، يمكن يستدل هذه القاعدة بأدلة من النص ومن المعنى. فأما الدليل من النص فمن ذلك أولا ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، يعني يطلبون منه الانكفاف عن هذا الفعل، فمهما يعني هو اسم فعل يعني بمعنى كف عن هذا أو نحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه، يعني لا تطلب منه الانكفاف ولا تعجلوه دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال فأنس بن مالك رضي الله عنه قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدو من ماء فشنه عليه، يعني صبه عليه. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه قد تقابل في حق هذا الأعرابي ضرران، أحدهما تركه حتى يكمل بوله وفي هذا زيادة تنجيس للمسجد، وثانيهما قطع بوله عليه وفيه ضرر تنجيس بدنه وثيابه ومواضع أخرى من المسجد واحتباس بقية البول عليه ونحو ذلك. والظاهر أن الضرر الثاني أشد من الأول، لذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عن زجر هذا الأعرابي دفعا للضرر الأشد بالضرر الأخف. الدليل الثاني من النص على هذه القاعدة قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ما ورد في شأن صلح الحديبية، وفيه أن المشركين اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال الصحابة: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ووجه الدلالة من هذا أن هذا الشرط الذي اشترطه المشركون فيه ضرر على المسلمين لما فيه من الإذلال وعدم المكافأة بين الفريقين، ومع ذلك قبله النبي صلى الله عليه وسلم لكون هذا الضرر أخف من ضرر حصول القتل للمسلمين الذين بمكة. الدليل الثالث من النص على هذه القاعدة ما ورد في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، حيث خرق الخضر السفينة وقتل الغلام، وذلك ضرر ومفسدة، إلا أنه قد قابل ذلك ذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الظالم، وإرهاق الغلام لأبويه الكفر، وإفساده لدينهما إن هو بقي، وهذا أيضا ضرر ومفسدة إلا أنه أشد وأعظم.
فارتكب الخضر الضرر الأخف وهو خرقه للسفينة وقتله للغلام لإزالة الضرر الأشد. وهذا قد ورد في شرعنا أنه من شرع من قبلنا ولم يصرح شرعنا بقبوله أو نفيه، وهو حجة على الراجح. وأن الدليل على هذه القاعدة من المعنى على قاعدة ضرر أشد يزال بالضرر الأخف، فإن من المعلوم أن ارتكاب الفعل الضار محرم شرعا، فلا يستباح إلا في حال الضرورة. فإذا تقابل ضرران جاز استباحة أحدهما من باب الضرورة، وحينئذ لا يستباح إلا الأقل ضررا، لأنه لا ضرورة في ارتكاب الأشد المشتمل على زيادة الضرر لما سيأتي من أن الضرورة تقدر بقدرها. المسألة الثالثة لقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الأمثلة والفروع المبنية على القاعدة. المثال الأول أو الفرع الأول: لو وجد شخصان بينهما قرابة أحدهما موسر والآخر فقير، فإن النفقة تجب للفقير على الموسر وإن كان في ذلك ضررا على الموسر، لأن ضرر الفقير بعدم النفقة أشد من ضرر فرض النفقة على الموسر، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف كما هو نص القاعدة. المثال الثاني أو الفرع الثاني على هذه القاعدة: لو أن شخصا ملك أرضا بإرث أو نحوه، فبنى فيها أو غرس، ثم ظهر أن للأرض مستحقا أو مستحقا غيره، فإنه ينظر إلى قيمة البناء أو الغرس، فإن كان أكثر من قيمة الأرض فإن للمشتري أن يتملك الأرض بقيمتها جبرا على صاحبها المستحق، وذلك لأن في نزعها من يده في هذه الحالة ضررا أشد من ضرر بقائها في يده ودفع قيمة الأرض للمستحق، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، والعكس بالعكس في حكم هذا المثال. المثال الثالث على هذه القاعدة: لو وقع أسير مسلم بيد كفار حربيين يعني من أهل الحرب، ولم يمكن إطلاقه إلا بالفداء بالمال، فإنه يجوز دفع المال إلى الكفار في هذه الحالة، لأن ضرر بقاء المسلم في الأسر أشد من ضرر انتفاع الكفار بأموال المسلمين، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف كما هو نص القاعدة. المسألة الرابعة المتعلقة بقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى. هذه القاعدة قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف تمثل إحدى صور مفهوم المخالفة لقاعدة الضرر لا يزال بمثله، التي هي قيد لقاعدة الضرر يزال. وذلك أنه أو بيان ذلك أنه إذا كان الضرر لا يزال بمثله، فإن مفهوم المخالفة من ذلك أنه يزال بما هو أقل منه. ومن صور ذلك كون أحد الضررين أخف من الآخر، وقد أفادت هذه القاعدة أنه يزال به الضرر الأشد، وقد أفادت هذه القاعدة أنه يزال به الضرر الأشد. هذه هي القاعدة الرابعة المتفرعة والمندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك، وبقي لدينا قاعدتان من القواعد المتفرعة والمندرجة تحت قاعدة الضرر أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. بهذا نختم الكلام في هذه الحلقة، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.